انا اختي من الساكنه ديال تابريت وهي راه مزيان وزاره الداخليه يديروا هذا الحجر الصحي باش نحصروا هذا الفيروس هذا مزيان المواطنين ديالنا. ولكن رانا دابا خارج باش نتقدى وما قالوا اليوم القائد قال لهم حتى للسته ودابا الناس تتقدى تمشي للسوق الجمله تتقدى المسائل ديالها على وليداتها تخدم على وليداتها باش تسدى وغادي حتى للسته ويسدوا. دابا الوحده هذه فهمتيني انا خارج باش نتقدى ما ندخل وليداتي فهمتيني. حنا 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 مع الدوله ومع الملك ولكن انت ما بقيت باش نتقدى السته. دابا الوحده الناس كيجيبوا المسائل ديالهم يفرشوها الناس كتنوض حتى لثلاثه اربعه دايرين الحجر الصحي فهمتيني. ومع حتى الناس تنوض حتى 12 الوحده الجوج تينوض مع الوحده وما تيلقاوش من ما ياكلوا. والله يجزيكم بخير شوفوا شي حل مع الساكنه ديال تابريكت والمغرب كامل وكذا.